في كلمته أمام البرلمان القبرصي، السيسي يشيد بمواقف نيقوسيا الداعمة للتطورات السياسية في مصر، ويؤكد دعم القاهرة لموقف قبرص السلمي من أجل إعادة توحيد الجزيرة. السيسي ونظيره القبرصي يشهدان توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين، ويتبادلان منح الأوسمة. خلال مباحثاته في بيروت مع الرئيس اللبناني، أبو الغيط يؤكد أن الدول العربية تتفهم وتراعي لبنان وتريد تجنيبه وعدم اقحامه في أي خلاف. المحكمة الاتحادية العليا في العراق تقضي بعدم دستورية استفتاء انفصالي إقليم كردستان وإلغاء النتائج المترتبة عليها. الرابعة عصرا هنا في القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة على شاشة النيل. مرحبا بكم. أهلا بكم، وتفاصيل بعد الفاصل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن روابط الصداقة المصرية القبرصية قوية وتمتد بجذورها عبر التاريخ. وخلال كلمته أمام البرلمان القبرصي، أشاد الرئيس بمواقف الشعب القبرصي النبيلة في دعم التطورات السياسية المهمة التي شهدتها مصر خلال الأعوام القليلة الماضية. إن حرصي على التواجد بينكم اليوم يأتي استمرارا للموقف المصري المؤيد لجهود قبرص السلمية لمحاولة إعادة توحيد الجزيرة، وتأكيدا على مساندتنا لتلك الجهود بالشكل الذي يتطلع إليه الشعب القبرصي. السيدات والسادة، إن روابط الصداقة والمودة بين شعبينا تضرب بجذورها عبر التاريخ إلى وقتنا هذا، وإنني لا أشعر اليوم باعتزاز لأنقل لكم رسالة تقدير من الشعب المصري على مواقف شعبكم النبيلة في دعم التطورات السياسية المهمة التي شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية بعد ثورة 30 يونيو عام 2013، والتي أكد خلالها الشعب المصري على هويته التاريخية العريقة وتطلعه إلى الدولة المدنية الحديثة. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي في نيقوسيا، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العلاقات بين مصر وقبرص تاريخية وقائمة على روابط ممتدة من الصداقة بين القيادات وشعبي البلدين على مدار التاريخ. كما ثمن الجهود القبرصية الداعمة لدعم مصر، وقال السيسي أنه قد حان الوقت لتبني شعوب البلدين العلاقات بينهما من خلال تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات. لقد تطرقت المناقشات التي أجريتها اليوم مع فخامة الرئيس إلى العديد من الموضوعات، حيث بحثنا تطورات العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وقبرص، وسبل تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين. وفي هذا الصدد أود الإشارة إلى إقامة منتدى رجال الأعمال المصري القبرصي للمرة الأولى على هامش هذه الزيارة، سيسهم بلا شك في تعزيز الحوار وتفعيل قنوات الاتصال بين المستثمرين من الجانبين. كما أن مشاركتي مع فخامة رئيس جمهورية قبرص في افتتاح أعمال المنتدى يعكس اهتمام قيادات البلدين بتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتزامنا بالعمل على إزالة أي معوقات في هذا الصدد. وأود هنا أن أبرز الآفاق الواعدة للتعاون في مجال الطاقة باعتباره أحد أهم المجالات التي يجب العمل عليها وعلى تنميتها بين البلدين. فلا شك أن اكتشافات الطاقة في منطقة الشرق المتوسط يمكن أن تكون عاملاً مهماً لتحقيق الاستقرار والسلام، بما يعود بالنفع على دول وشعوب المنطقة. من جانبه، قال رئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس إن الزيارة التاريخية لرئيس جمهورية مصر العربية وانعقاد مؤتمر القمة الثلاثي الخامس بين قبرص واليونان ومصر يعد دليلا بالغا لإصرار الجانبين على تعميق مستوى العلاقات. وأوضح الرئيس القبرصي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوضح أن العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص تتطور بمعدل مرضي في كافة المجالات. علاقاتنا الثنائية تتطور
بمعدل مرضي في كافة المجالات، المجال السياسي، مجال الطاقة، الاقتصادي، مجال الدفاع، وأيضا في مجالات الصحة والبيئة والسياحة. إن المشاورات البناءة والجوهرية التي عقدناها اليوم مع الصديق الرئيس السيسي أدت إلى توقيع بالإضافة إلى 35 اتفاقية القائمة مذكرات تعاون فيما يلي: مذكرة تعاون في مجال الأعمال والاقتصاد الرقمي الديجيتال، مذكرة تفاهم في مجال الأدوية وصناعة الدواء، وأيضا برنامج تنفيذي في مجال التعاون بين السلطات الشرطة، وهي مذكرات تفتح الطريق لمزيد من التعاون سواء في القطاع الخاص وأيضا بين سلطات الدولتين. إننا نشعر بسعادة بالغة لأننا نستطيع أن نعلن عن قرارنا بإنشاء آلية لعقد لقاءات دورية سنوية لحكومتين بهدف متابعة تنفيذ ما يتم التخطيط له والقيام بأنشطة مشتركة من أجل صالح المنطقة بشكل أوسع. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس قد شهدا توقيع عدد من مذكرات التفاهم عقب انتهاء مباحثاتهما بالعاصمة القبرصية نيقوسيا. شملت مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مجالات التعاون الأمني بين مصر وقبرص، وقع عليها من الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري ونظيره القبرصي. كما تم توقيع مذكرات تفاهم في مجال الأعمال والاتصال، وقع عليها من الجانب المصري وزير الاتصالات ياسر القاضي، ومن الجانب القبرصي وزير السياحة. هذا وقد منح الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس الرئيس عبد الفتاح السيسي قلادة مكاريوس الثالث أرفع وسام في قبرص يمنح لرؤساء الدول. كما منح الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره القبرصي قلادة النيل، وذلك في ختام المباحثات التي عقدت بين الرئيسين بالعاصمة القبرصية نيقوسيا اليوم. وقد أشاد الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرسمية التي يقوم بها حاليا إلى نيقوسيا والتي تستغرق يومين، قائلا إن زيارة السيسي تعد الأولى من نوعها لرئيس مصري، ومن شأنها رفع مستوى العلاقات الثنائية بين نيقوسيا والقاهرة. لتفاصيل أكثر تنضم إلينا من قبرص مراسلة النيل آيات عبد اللطيف. آيات، يعني ما جدول أعمال رئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى قبرص التي تستغرق يومين عقب انتهاء مباحثته مع رئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس؟ يبدو أن الاتصال قد انقطع بمراسلتنا آيات عبد اللطيف من قبرص، وسنعاود الاتصال بها لاحقا. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 566 لعام 2017، ويجيز القرار الجمهوري إنشاء فروع للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب في المحافظات على أن يكون مقرها الرئيسي بالقاهرة الكبرى. كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 567 لعام 2017 بربط حساب ختامي بموازنة الهيئة الوطنية للإعلام عن السنة المالية 2016-2017، بحيث تعدل اعتمادات موازنة الهيئة بمبلغ 974 مليونا و246 ألفا و36 جنيها، وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت في الأجور بمبلغ 60 مليونا و823 ألفا و846 جنيها، وبباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 913 مليونا و422 ألفا و190 جنيها. وعودة للمتابعة من قبرص مع مراسلتنا آيات عبد اللطيف من هناك. آيات، يعني حدثينا عن نشاط رئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الحالية إلى قبرص بعد يعني توقيعه لعدد من الاتفاقيات ومباحثته اليوم مع الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس. نعم، بعد انتهاء القمة المشتركة في القصر الجمهوري وأيضا جلسة المباحثات المفصلة للصومة وفي البلدين،
حيث تم التطرق للعلاقات الثنائيه ما بين مصر وقبرص فضلا عن تبادل الرؤى حيال قضايا المنطقه. تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم كما ذكرت في عدد من المجالات، مجالات صناعه الادويه وايضا التعاون الامني فضلا عن اداره الاعمال والاقتصاد. وتم خلال هذا اللقاء تقليد السيده الرئيس على قلاده للجمهوريه القبرصيه وايضا تقليد الرئيس القبرصي بقلاده النيل. عقب هذا اللقاء والمؤتمر الصحفي المشترك توجه السيد الرئيس للبرلمان القبرصي حيث التقى الرئيس رئيس البرلمان والقى كلمه اشاد خلالها بالجهود المبذوله او استمرار عمل البرلمان القبرصي على الرغم من الازمه القبرصيه المستمره، وهذا مؤشر على تمسك قبرص بالديمقراطية. وأكد في هذا السياق دعم أو موقف مصر الثابت حيال دعم القضية القبرصية في المحافل الإقليمية والدولية وفقا لقرارات الشرعية الدولية. كما أعرب عن تطلعه لأن يتسع التعاون ليشمل التعاون ما بين البرلمان المصري والقبرصي وإنشاء مجموعات للصداقة تعمل على توثيق العلاقات ما بين البرلمانيين وأيضا طبعا البرلمانيين ومن ثم توثيق العلاقات ما بين شعبي البلدين. الرئيس السيسي أيضا قال أن هذه الزيارة للبرلمان القبرصي هي من في صميم اهتمامه وكان مهتم لان البرلمان القبرصي هو ممثل للشعب والذي يتم له السيد الرئيس كل الاحترام والتقدير. في المقابل كانت هناك كلمه لرئيس البرلمان والتي اشاد خلالها بالعلاقات الفرنسيه بين مصر وقبرص مؤكدا على اهميه دور مصر في المنطقه في تحقيق استقرارها وأمنها لا سيما في ضوء التحديات التي تشهدها منطقة الشرق المتوسط وضرورة تكثيف أو تعزيز التعاون وتعميقه وأكثر لا سيما التعاون الاقتصادي والذي يتطلب التنسيق بلا شك من الناحية الأمنية. نعم، شكرا لك آيات عبد اللطيف مفادة قناة النيل إلى قبرص. وللمزيد من المتابعة والتحليل مشاهدينا ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، بعد التحية، جملة من الأنشطة والفعاليات يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته إلى قبرص، منها جلسة مباحثات مع نظيره القبرصي نيكوس أنستاسيادس وكذلك توقيع عدد من مذكرات التفاهم وإلقاء خطاب تاريخي أمام البرلمان القبرصي في زيارة لأول مرة لرئيس مصري. كيف ترى أهمية الزيارة وأفاق التعاون ما بين البلدين في ظلها؟ مما لا شك فيه أنه النشاط الذي قام به اليوم في قبرص يرشح للعلاقات التاريخية بين البلدين مصر وقبرص وبيفتح سيادة السفير نسمعك بوضوح، نرجو منك الوقوف في مكان حتى نستطيع سماع حضرتك بوضوح. تفضلي. كده النشاط المكثف الذي قام به السيد الرئيس اليوم في نيكوسيا يجسد العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين. وغدا ستشهد العاصمة القبرصية القمة الخامسة في إطار منتدى شرق المتوسط والذي انطلقت لأول مرة في النصف الثاني من عام 2014 بعد أشهر قليلة من تنصيب السيد الرئيس رئيسا للجمهورية. وهذه المبادرة مبادرة شرق الأوسط بتضم ثلاث دول رئيسية قوى رئيسية في شرق المتوسط لها مصلحة مشتركة في الرخاء المشترك بين كافة الدول الواقعة على البحر المتوسط في هذه المنطقة. وقمة الغد بتنعقد في إطار تطورات جملة تطورات في الشرق الأوسط تؤثر بصورة كبيرة على الأمن والاستقرار في حوض المتوسط ولعل أهمها التطورات في
سوريا وفي العراق بعد تحرير كل من مدينة الموصل ومدينة الرقة في سوريا من تنظيم الإرهاب داعش، وبعد التطورات الأخيرة في لبنان. في جملة من التطورات في المنطقة بتستلزم التنسيق وتبادل وجهات النظر بين زعماء الدول الثلاثة من أجل توحيد الرؤى، ومن أجل يكون هنا يتحدثون سواء على مستوى الشرق الأوسط أو على داخل الاتحاد الأوروبي بصوت واحد حوالين السبل الكفيلة بخفض التوتر بداية، وثانيا مواجهة الإرهاب، وجملة من التحديات الأخرى تواجه الدول الثلاثة وتواجه دول المتوسط وتواجه دول الاتحاد الأوروبي. وتلعب مصر دورا مركزيا في هذه الحلول جميعا. من ناحية أخرى أود التأكيد على أهمية هذه القمة في ترسخة للعلاقات بين مصر من جانب واليونان وقبرص من جانب آخر، دولتين أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهما بمثابة الجسر، جسر من الجسور اللي مصر بترسخ علاقتها مع الاتحاد الأوروبي. شكرا جزيلا سعادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل بكم على الهواء مباشرة لمتابعة جلسة مجلس الأمن بشأن منطقة الشرق الأوسط وقضاياها المختلفة. يستوجب أغلبية 80 من أصل 120 عضو، وذلك لنقل الأراضي المدمجة الآن في الحدود البلدية التي تحددها إسرائيل في فلسطين إلى هيئة أجنبية. إزاء هذه الخلفية، السلطات الإسرائيلية دمرت أو صادرت 30 هيكلية أو مبنى فلسطيني، وقامت بتشريد 53 شخص بما في ذلك 31 طفلا عبر الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. 3 مجتمعات بدوية في المنطقة جيم بما في ذلك عين الحلوة، أم الجمال وجبل البابا، هذه كلها معرضة للخطر. و 520 مبنى تم تدميره بعد الحصول على أوامر نقل الممتلكات، وهذا يشكل مصدر قلق. ننتقل الآن إلى لبنان. رئيس الوزراء الحريري استقال فيما كان في زيارة إلى السعودية في 4 نوفمبر، وصدم بالتالي لبنان والمنطقة. أرجع عدم اليقين هذا ما زالت مستمرة، وشعب لبنان اتحد وراء دعوة الرئيس عون لعودة الحريري. وبعد بيان الأمين العام في 5 نوفمبر، بيانات الدولية للدعم لأمن لبنان واستقراره وسيادته واستقلاله صدرت على أعلى المستويات. رئيس الوزراء حريري الآن في باريس، ومن المتوقع أن يعود إلى لبنان في هذا الأسبوع. المسؤول في مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة للبنان زميلي فيليب لازاريني من المفترض أن يقدم إحاطة أمام المجلس في 29 نوفمبر. الوضع الأمني في الجولان ما زال مصدر قلق أيضا. أعمال القتال بين القوات المسلحة العربية السورية والمجموعات المسلحة ومختلف المجموعات المسلحة في أجزاء من مناطق الفصل والتقييد في جانب برافو ما زالت متواصلة. في الأسابيع الأخيرة كان هنالك حوادث عن نيران عابرة من منطقة برافو إلى منطقة ألفا، وأعمال ونيران انتقامية عبر خط وقف إطلاق النار. هذه التطورات تقود اتفاق فك الاشتباك لعام 1974، وتؤدي إلى تفاقم التوترات وتعرقل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا. ختاما بعض الملاحظات حول جهود الوحدة الفلسطينية. أشيد من جديد بمصر على قيادتها خلال هذه العملية. محاولات سابقة فشلت ولا يمكننا أن نفوت هذه الفرصة. من البداية انخرطت مع مصر والسلطة الفلسطينية والمنطقة وكافة أصحاب الشأن. الجميع يفهم أن الفشل اليوم سيدمر الأمل للمستقبل القريب. إن الانقسام هذا يضر بقضية فلسطين للوصول إلى دولة. مليون فلسطيني في غزة يأملون أن عودة الحكومة سيساعد في تحسين حياتهم بعد أن عاشوا في يأس كامل تحت سيطرة حماس ومحتجزين بسبب عمليات الإغلاق. هذا كله أدى إلى تفجر هذا الوضع. مع كل الصعوبات التي ترافق هذه العملية بقيادة مصرية وشواغل حول التوقيت والطرائق تولي السلطة الفلسطينية للسيطرة الأمنية والمدنية لغزة، هذه العملية يجب ألا نسمح لها بالفشل، لأنها إن فشلت هذا سيؤدي إلى انهيار القانون والنظام في غزة، تصرفات المتطرفين المتهورة أو الخيار الاستراتيجي.
إن فشلت النتيجة ستكون ذاتها الدمار والمعاناة للجميع. هذه الحلقة المفرغة يجب أن نتفاداها بغض بأي كلفة. نحن جميعا وبشكل خاص القادة الفلسطينيين وإسرائيل والمجتمع الدولي، نحن جميعا مسؤولون عن النهوض بجهود السلام هذا. في هذا السياق أشعر بالقلق إزاء تبعات التطورات الأخيرة المتصلة بمكتب الذي يمثل منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة. من خلال حوار البناء يمكننا أن ننهض بالسلام، وأدعو كافة الأطراف على البقاء على تواصل. آمل أن التغيير الفعلي في غزة، ما في ذلك السيطرة الأمنية الكاملة من قبل السلطة الفلسطينية، هذا كله سيفضي إلى استعادة الثقة في نجاعة اتفاق السلام الشامل. هذه عملية بملكية فلسطينية. كافة الفصائل الفلسطينية يجب أن تنتهز هذه الفرصة لتفتح صفحة جديدة لشعبها. وشكرا. أشكر السيد ملادينوف على هذه الإحاطة، وأعطي الكلمة الآن إلى أعضاء المجلس الذين يرغبون بالإدلاء ببيان. أعطي الكلمة إلى سعادة ممثل الأوروغواي. طبعا مشاهدينا الكرام، جانبا من وقائع هذه الجلسة التي يعقدها مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، الوضع في الأراضي المحتلة، وكذلك الوضع في لبنان وسوريا والجولان المحتل، وتحديدا فيما يتعلق بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تم تثمين وتقدير الجهود المصرية في إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني التي يجب البناء عليها من أجل الوصول إلى حكومة وحدة وطنية في فلسطين وإنهاء هذا الانقسام الذي يضر في الوصول إلى حل الدولتين المنشود في فلسطين. ما زلنا معكم مشاهدينا نواصل بانوراما النيل. وإلى الشأن المحلي، حيث أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل حرص الدولة على تشجيع وتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والسعي نحو استكمال الخطوات اللازمة لتطوير بيئة الأعمال في مصر. كما أكد إسماعيل خلال أكد حرص الحكومة على متابعة الجهود لدعم وتطوير قطاع الصناعة الذي يعد أحد العناصر الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وجاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء اليوم مع وزيري القوى العاملة وشؤون مجلس النواب ورئيس اتحاد الصناعات وممثلي عدد من الجهات المعنية لاستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال في مصر. وصلت مصر فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة استثنائيا في كلا الاتجاهين لليوم الثالث والأخير لعبور العالقين في الجانبين من المرضى والطلاب والحالات الإنسانية وغيرهم. يذكر أن السلطات أعادت السبت فتح معبر رفح لثلاثة أيام، وذلك لأول مرة منذ تسلم السلطة الفلسطينية المعابر في قطاع غزة من حركة حماس في الأول من نوفمبر الماضي. أصدر رئيس الوزراء شريف إسماعيل قرارا بأن يكون يوم الخميس 30 من نوفمبر عام 2017 ميلادية الموافق 11 من ربيع الأول عام 1439 هجرية إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف. وذكر البيان الصادر عن مجلس الوزراء أن الإجازة للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام يوم الخميس بدلا من يوم الجمعة الأول من ديسمبر عام 2017 الموافق 12 من ربيع الأول عام 1439 هجرية. استقبل الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون اليوم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بحضور عدد من المسؤولين اللبنانيين. ولدى وصوله مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أكد أبو الغيط أن الدول العربية تتفهم وتراعي لبنان وتريد تجنيبه وعد إقحامه في أي خلاف وعدم إقحامه في أي خلاف. من جانبه شدد الرئيس اللبناني لأبو الغيط أن بلاده لم تعتدي على أحد ولا يجوز أن تدفع ثمن النزاعات الإقليمية. ومن بيروت ينضم إلينا هاتفين السيد أحمد عز الدين المحلل السياسي. سيد أحمد، بعد التحية، كيف ترى زيارة الأمين العام للجامعة العربية إلى لبنان بعد يوم من وصف حزب الله بالإرهابية في اجتماع للجامعة العربية؟ يعني لا شك أن الأمين العام للجامعة العربية ربما أراد أن يوجه رسالة للمجتمع اللبناني وللمسؤولين اللبنانيين بأن الجامعة العربية ليست في صف ولبنان في صف آخر، يعني لأن ما حصل ربما أوحى
لدى بعض القيادات اللبنانية بأن الجامعة العربية قد أخذت موقفا من لبنان، وبالتالي كان هناك تخوف أو تحسب من الانعكاس السلبي لهذا الموقف على لبنان. طبعا ربما كان واضحا أمين عام الجامعة العربية بأن لخص الموقف في جملتين أو في أمرين. الأول هو أن الجامعة العربية وأن الجميع يدرك خصوصية التركيبة اللبنانية والموقف اللبناني، والثانية قال أنا لا أحد ضد لبنان ولا أحد يريد أن يعني يلحق أي أذى بلبنان نتيجة هذا الموقف، ولكن هناك موقف في موضوع الصراع الإيراني أو تعرض السعودية للصواريخ أمر وصل إلى مرحلة لا يمكن أن يكون مقبولا، وبالتالي حق السعودية الرد بمختلف الوسائل، وقد اختارت الخيار الدبلوماسي وليس الخيار العسكري، يعني اللجوء إلى مجلس الأمن هو خيار دبلوماسي. وبالتالي طبعا في لبنان يعني لا أحد يريد أن يخلق صراعا داخليا لبنانيا، الكل يحاول أن يحافظ على وحدة الموقف اللبناني في هذه المرحلة بالتحديد في ظل الوضع الحكومي أيضا المهتز بعد استقالة رئيس الحكومة. وبالتالي يعني يراد أن يقال بأن لبنان يريد أن ينهي بنفسه عن أي انعكاسات لهذا الموقف الإقليمي الدولي. نعم، شكرا لك سيد أحمد عز الدين المحلل السياسي، كنت معنا هاتفيا من بيروت. أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم حكما بعدم دستورية استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق والذي تم إجراؤه في 25 من يوليو الماضي، كما ألغى قرار المحكمة الاتحادية وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد جميع الآثار والنتائج المترتبة على الاستفتاء. أدى الاستفتاء الذي وقع في سبتمبر الماضي إلى أزمة واضطرابات بين بغداد وأربيل تحولت في بعض الأوقات إلى مواجهات عسكرية. ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد السيد عبد الرحمن اللويز عضو مجلس النواب العراقي. سيد عبد الرحمن، بعد التحية، قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية استفتاء انفصال إقليم كردستان، كيف يمكن أن تكون تداعياته أو النتائج المترتبة عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المحكمة الاتحادية حسمت الجدل فيما يتعلق بدستورية يعني هذا الإجراء، إجراء الاستفتاء، واستندت بعدم دستوريته الى الماده الاولى من يعني دستور جمهوريه العراق الذي حدد شكل النظام السياسي، فقال ان جمهوريه العراق دوله اتحاديه واحده مستقله ذات سياده كامله، وكذلك استند على الماده 109 من الدستور التي الزمت السلطات الثلاث التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه بالحفاظ على وحده العراق وسلامته واستقلاله وسيادته. هذه القرارات المحكمه الاتحاديه كما نص الدستور العراقي هي باتة ومزمنه للكافه، وبالتالي يمكن القول الان بانه ازل الستار تماما على قضيه مهمه اثارت جدلا كبيرا واثارت ازمه كما اشار تقريركم، هي موضوع الاستفتاء. فقد انتهى اليوم الاستفتاء من الناحيه القانونيه، هو واثاره كما نص على ذلك قرار المحكمه الاتحاديه. نعم، طب هل تتوقع ان يكون رد فعل اقليم كردستان هو التمسك بنتائج هذا الاستفتاء وما اسفر عنه من اعلان يعني الاغلبيه المؤيده للانفصال، ام انه سيكون هناك اي نوع من انواع التعاطي المختلف من جانب اقليم كردستان؟ يعني مرحله التصعيد انتهت بقناعتي، واحنا قبل ان يصدر هذا القرار يوم امس شهد عوده الكتله النيابيه لحزب الديمقراطي الكردستاني الى مجلس النواب، وهناك حديث خلف الكواليس ان بعض الجهود الدوليه افضت الى اقناع حكومه اقليم كردستان بابداء نوع من المرونه، ويعني هذا القرار في وقت مناسب حتى يسهل الستار على هذا الملف. والان بقناعتي الديمقراطي الكردستاني تحديدا باعتبار زعيمه هو الذي يعني اصر على اجراء الاستفتاء سيد مسعود البرزاني، الان يهيئ ويتحدث عبر وسائل الاعلام وعبر القنوات الرسميه وغير الرسميه عن حوار مع بغداد، الان هو مصطف على قضيه الموازنه وكانه قد تجاوز موضوع الاستفتاء.
شكرا جزيلا السيد عبد الرحمن اللويز عضو مجلس النواب العراقي من بغداد. حصيلة ضحايا سقوط قذيفتين صاروخيتين على مطحنة بالأطراف الشمالية بمحافظة حمص وحي المزة في دمشق 12 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين. وأفادت مصادر عسكرية بأن مجموعات مسلحة تتحصن في عدد من مناطق ومزارع في ريف حمص الشمالي استهدفت بقذيفتين صاروخيتين استهدفت مطحنة على الأطراف الشمالية للمدينة ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 50 عاملا بجروح خطيرة، لافتة إلى أن القصف تسبب بوقوع أضرار مادية كبيرة في مبنى المطحنة وتجهيزاتها وآلاتها. كانت وحدات الجيش السوري بالتعاون مع القوات قد استعادت السيطرة على قريتي حران وحردانة شمال شرق مدينة حماة بعد طرد تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المسلحة التابعة له. بانوراما نيل لازالت تتواصل معكم مشاهدينا وفيها بعد أخبار الاقتصاد. انقضاء مهلة الحزب الحاكم في زيمبابوي للرئيس موغابي لتقديم استقالته من منصبه كرئيس للبلاد. في كلمته أمام البرلمان القبرصي السيسي يشيد بمواقف نيقوسيا الداعمة للتطورات السياسية في مصر ويؤكد دعم القاهرة لموقف قبرص السلمي من أجل إعادة توحيد الجزيرة. السيسي ونظيره القبرصي يشهدان توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين ويتبادلان منح الأوسمة. خلال مباحثاته في بيروت مع الرئيس اللبناني أبو الغيط يؤكد أن الدول العربية تتفهم وتراعي لبنان وتريد تجنيبه وعدم إقحامه في أي خلاف. والمحكمة الاتحادية العليا في العراق تقضي بعدم دستورية استفتاء انفصال إقليم كردستان وإلغاء النتائج المترتبة عليه. والآن وقفة مع أخبار عالم المال والأعمال تقدمها لنا حنان الخولي. إليك حنان. مينو فؤاد شكرا لكم مشاهدينا، أهلا بكم في هذه النشرة الاقتصادية وأهم ما فيها. وزيرة الاستثمار تدعو إلى التعاون مع القطاع الخاص لتمويل احتياجات الأسواق الناشئة لتحقيق التنمية المستدامة. إلى التفاصيل، حيث قالت وزيرة الاستثمار سحر نصر إن الأسواق الناشئة في العالم تحتاج إلى نحو 2.5 تريليون دولار لتحقيق التنمية المستدامة في اقتصادياتها. وقالت الوزيرة في كلمتها بافتتاح مؤتمر اتحاد البورصات الأفريقية 21 بمشاركة 27 دولة إن توفير هذا التمويل يتطلب مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في مشروعات التنمية. ويناقش المؤتمر على مدار يومين تحسين السيولة بأسواق الأفريقية واستعراض آخر مستجدات التكنولوجيا المالية والتطبيقات المرتبطة بأسواق المال. على هامش مؤتمر اتحاد البورصات الأفريقية وقعت البورصة المصرية مذكرة تفاهم مع بورصة لوساكا في زامبيا. تهدف المذكرة لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في مجال سوق المال. وتتضمن مذكرة التفاهم مساعدة بورصة لوساكا في تطوير آليات سوق الأوراق المالية وإدخال أدوات مالية جديدة.
نتحول إلى الأداء في البورصة المصرية اليوم والتي وصلت خسائرها لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات بيع من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية. وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 764.8 مليار جنيه بعد تداولات إجمالية بلغت 1.3 مليار جنيه. تستضيف القاهرة ورشة عمل ينظمها جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع لجنة المنافسة بمنطقة الكوميسا. الورشة تعقد بحضور ممثلي 19 دولة أفريقية من أعضاء منطقة الكوميسا، إضافة إلى منظمتين دوليتين هما منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وهيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية. دعا عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين إلى استخدام التطبيق الذي أصدره الجهاز على التليفون المحمول للإبلاغ عن الحالات التي يتم فيها التلاعب بالخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار يعقوب في لقاء خاص مع قناة النيل إلى أن التطبيق يتيح سرعة الإبلاغ عن عمليات التلاعب من جميع محافظات الجمهورية. عندنا من الحاجات الجيدة المؤخرة اللي نزلناها اللي هو تطبيق حماية المستهلك على التليفون المحمول. عندنا فوق دلوقتي 50 مليون محمول ذكي. مع الأسف العدد اللي هو نزل التطبيق لا يتناسب. ده التطبيق ده فيه ايه؟ ده فيه اللي هو السلع المعيب، فيها الريكول اللي هو زي ان انت افرض ان عندك عربية ولا تلاجة ولا غسالة فيها عيب، ولما تعرف ان فيها هذا العيب من خلال الإعلان الريكول يا هتبدلها ببلاش، يا هتاخد فلوسك، يا هتصلحها ببلاش. عندنا في ايضا اللي هي ازاي الاخبار، وفي التحذيرات من منتجات ساعات بتبقى صحيه موجوده او غذائيه موجوده احنا اكتشفنا فيها عيب وعايزين نوصل للمستهلك من اقرب نقطه. لما الناس تنزل التطبيق هيبقى في ايديها، التحذير هيبقى في ايديها. أخيرا، أعلن وزير التجارة والصناعة طارق قبيل عن تشكيل مجموعة عمل بين الحكومتين المصرية والرومانية في مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وخلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال الروماني هاري إيلون، أكد قبيل أن الهدف من مجموعة العمل زيادة مساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج القومي الإجمالي. هذا وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 483 مليون دولار. إذن انتهت النشرة الاقتصادية مشاهدينا، شكرا للمتابعة. بانوراما النيل مستمرة معكم إليكم مرة أخرى. نرمين نوفل، شكرا لك حنان. انقضت ظهر اليوم المهلة التي منحها الحزب الحاكم في زيمبابوي للرئيس روبرت موغابي للاستقالة أو مواجهة إجراءات عزله دون الحديث عن مصير الرئيس البالغ من العمر 93 عاما. من جهة أخرى، أعلن زعيم المحاربين القدماء في زيمبابوي أنه سيقوم برفع دعوى قضائية بهدف إطفاء الشرعية على التحرك العسكري الذي قام به الجيش في زيمبابوي. مشهد ضبابي تعيشه زيمبابوي بعد أن انقضت ظهر اليوم المهلة التي منحها الحزب الحاكم للرئيس روبرت موغابي لكي يقدم استقالته رسميا أو مواجهة إجراءات لعزله. المهلة انتهت دون الحديث عن مصير الرئيس البالغ من العمر 93 عاما. زعيم قدام المحاربين في زيمبابوي كريس موتس فانجوا قال أنه سيلجأ إلى المحكمة في محاولة لإطفاء شرعية على العمل العسكري ضد موغابي، ودعا إلى مزيد من الاحتجاجات الجماهيرية ضده في حال رفض الرحيل عن السلطة. موغابي، انتهى دورك ونريد رحيلك الآن، الإمبراطور بات عاريا، شكرا جزيلا لك. كان الحزب الحاكم في زيمبابوي قد أعلن أنه إذ لم يقدم موغابي استقالته طوعا سوف يقيله الحزب، ومن المتوقع أن تبدأ غدا الثلاثاء إجراءات العزل عند أول اجتماع. وقد بدأت الأزمة في زيمبابوي قبل أسبوعين عندما قام موغابي بإقالة نائبه إمرسون مانانجاغوا، الأمر الذي أغضب قادة الجيش ورأوه في هذه الخطوة كما يقولون تهيئة من موغابي لتوريث زوجته للحكم، ما جعل التحرك للإطاحة بموغابي ضرورة كما يرون لإنقاذ البلاد.
رفضت المحكمة العليا في كينيا طعنين يطالبان بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 من أكتوبر الماضي، وأقرت إعادة انتخاب الرئيس المنتهي ولايته أوهورو كينياتا، ما من شأنه أن يؤدي إلى أداء كينياتا اليمين الدستورية في 28 من الشهر الجاري. وعمت الاحتفالات المعاقل المؤيدة لكينياتا، لكن التوتر يبقى شديدا لا سيما في معاقل زعيم المعارضة رايلا أودينغا، والتي شهدت تظاهرات عنيفة في الأشهر الأربعة الأخيرة. في حكم قضائي ثان أقرت المحكمة العليا في كينيا فوز رئيس البلاد أوهورو كينياتا بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي، وفاز فيها فوزا ساحقا في ظل مقاطعة مرشح المعارضة رايلا أودينغا بسبب عدم إجراء إصلاحات انتخابية تضمن عدم تكرار المخالفات على حد قوله. بعد النظر بعناية في القضايا المذكورة ودراسة كل طعن مقدم، وكذلك بالنظر في الدستور والقوانين المعمول بها، قررت المحكمة بالإجماع رفض جميع الطعون لكونها غير جديرة بالاهتمام، ونتيجة لذلك يتم التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 من أكتوبر الماضي. كانت المحكمة العليا بكينيا قد ألغت الانتخابات الرئاسية التي جرت في أغسطس الماضي بسبب مزاعم التزوير، وأمرت بإعادتها مرة أخرى، وأجريت جولة الإعادة في أكتوبر الماضي. وعلى وقع قرار المحكمة احتفل عدد من أنصار الرئيس الكيني أوهورو كينياتا بقرار المحكمة العليا التي أيدت نتائج الانتخابات الرئاسية، بينما تظاهر عدد من المواطنين ضد القرار، كما اندلعت صدامات بين الشرطة الكينية ومواطنين بعد العثور على أربع جثث بأحد أحياء العاصمة نيروبي. في المقابل دعا تحالف المعارضة الرئيسي في كينيا المواطنين إلى التحلي بالهدوء في أعقاب قرار المحكمة العليا بفوز الرئيس أوهورو كينياتا، بينما أفادت مصادر أن زعيم المعارضة رايلا أودينغا اعتبر أن قرار المحكمة ليس مفاجئا، وأنه لا يعترف بالحكومة الحالية ويعتبرها غير شرعية. وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى محطتنا الرياضية في بانوراما. تصحبكم في هذه الجولة الرياضية زميلة نهلة حجازي. إليك نهلة. شكرا أحمد، شكرا نرمين.